تبع 8 ديال الافلام القصيره واكثر من 50 دوكيمونتير. جا الوقت لانه غيكون فيه فيلم طويل. فيلم طويل ماشي سهل انك ديرو، سيتو الا كان انتاج خاص. دونك انتاج خاص كيطلب انك تخدم مع صحابك، انك تخدم امواتي بري مع بزاف ديال الحوايج. دونك تحاربنا باش ان هذا الفيلم غادي يكون في كاستينغ ديالي ركز على الناس اللي اقرب ليا، في الممثلين اللي اقرب ليا، ولكن اقرب ليا حتى في كفاءه، يعني تيكونوا ماشي نيمبورت كي لاكتور، يعني خاصك تجيب دي زاكتور كونفيرمي اللي واصلين وعندهم واحد لا بروفوندور اللي كنت كنقلب عليها انا في الفيلم. ملي تكتب السيناريو انا ورشيد زكي بديت كنقلب شكون اللي غيلعب لي لو بيرسوناج برينسيبال. كان مجموعه من الممثلين كانوا اقتراحات في مخي، مي بالاخر ركز على رفيق اللي بالنسبه ليا كان هاز ثقل ديال الفيلم على ظهره، اللي هو دادوس اللي بالنسبه ليا سي لو ديو، سي لو ديو ديال مون استوار. صافي دير هو اللي يقدر يحرك بحال عنده دي ماريونيت يحرك العالم كيف ما بغى. ملي جمعت مجدولين ورفيق بوبكر كان خاص بزاف لي زيليمون اللي كيخلقوا لنا بحال ملي كنا كنتفرجوا في الصغار في كلاندايزر ولا فولترون، ولا كان ضروري خص واحد يدير البرا، واحد يدير الرجل، واحد يدير الراس، دونك باش يعطيونا هذاك لو بوفوار، هذيك لا فورس. دونك هاد الممثلين ملي تلاقاو عطاوني اون فورس، هذيك القوه اللي كانت كتشحنني كل نهار، كنتشحن بحال واحد البطاريه، بحال اون باتري كتخوى وكتولي تعمر. باش كتعمر بالانرجي ديالهم، صافي دير كلهم حماس، كلهم تقاتلوا، ناقشنا الفيلم بدنا نصوروه، ديزالي روتور للرباط، حتى لقينا خلقنا هذا الجو هذا. بدا التورناج، كل واحد وشخصية خصها تكون ديكالي على الاخرى، ما خصش يكون حتى وجه تشابه بين شخصيه واخرى. دونك دادوس كان عندنا دادوس اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال، وكانوا بزاف ديال الشخصيات اللي كيمشيو معاهم باغالين.